للحديث أكثر ينضم إلينا من الرياض حمود الزيادي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حمود معنا. أهلا وسهلا يا سيسي. بداية، لماذا يستهدف الإرهاب منشأة بترولية في جازان؟ وكيف نستطيع أن نربط بين تلك العملية والانقلابيين في اليمن؟ أولا يجب أن نؤكد على أن هذا نجاح أمني يضاف إلى نجاحات وزارة الداخلية في التصدي للجماعات الإرهابية، سواء على مستوى البر أو حتى الآن على مستوى حرس الحدود وعلى الحدود البحرية. وأعتقد أيضا أن هناك تكاملا مؤكد وليس اعتقاد، التكامل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية السعودية. يعني نرى أن عدة قطاعات أمنية وعسكرية كان خلف هذا التصدي. الحوثيون هم ميليشيا إرهابية لا تهدد اليوم المملكة العربية السعودية وحدودها فقط، بل تهدد الممرات المائية وتهدد الأمن والسلام العالمي من خلال هذه الممرات الدولية. هناك أكثر من 60 سفينة نفطية تمر من خلال المضيق باب المندب، وبالتالي هناك تهديد كبير لهذه التجارة الدولية، وهناك تهديد للعالم من خلال هذه الاقتصاد، ومن خلال أيضا التهديد الملاحة البحرية. الزوارق المفخخة هذه صناعة إيرانية وتدريب إيراني، وقد أشارت لها مصادر أمريكية عديدة ومن بينها الواشنطن تايمز قبل أسابيع أن هناك تدريبا عسكريا من الحرس الثوري، وهناك حتى التوجيه عن بعد. هذا التدريب لا يتوفر للحوثيين، بل أن هناك خبراء إيرانيون، خاصة وأن الزورق معد آليا بإمكانيات تفوق قدرات الإنقلابيين والميليشيات. بالتأكيد، وهذه النقطة التي يعني للإيرانيين دخلهم فيها، التدريب على هذه الزوارق ومكوناتها، يتم تصنيعها في إيران وتركيبها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتم تدريب الحوثيين على ذلك. بل وهناك بعض الخبراء الإيرانيون الموجودون هناك الذين يوجهون هذه الزوارق ويوجهون هذه الميليشيا لاستهداف الأمن والسلام الدولي من خلال الملاحة البحرية. فأنا أعتقد أن هناك مسؤولية دولية اليوم في التصدي لهذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد أمن والسلم الدولي من خلال هذه الممرات المائية والبحرية الدولية. من الواضح أن تلك محاولات تلك الميليشيات لاستهداف المملكة فاشلة، لماذا تحاول تكرار تلك الأعمال العدائية برأيك؟ دائما مشكلة الجماعات الإرهابية أنها قد تكرر يعني نفس نهجها وتكتيكها، يعني هي لا يعني لأنها ليست قادرة على أن تراجع استراتيجياتها وأن تكون قادرة على أن تنسجم مع القوانين الدولية. هي ليس أمامها إلا أن تمارس الأعمال الإرهابية، ليس أمامها إلا أن تمارس هذا النهج الخارج عن القانون الدولي، وبالتالي هي هذه الأساليب. أنا أعتقد أنه من الغرابة أن نستغرب أن تأتي من هذه الجماعات الإرهابية، بل أن حتى الجماعات الإرهابية التي لم تستطع أن يكون لها دور في التهديد البحري والمائي كالقاعدة، حاولت قبل ذلك عدة مرات واستهدفت يعني سفينة أمريكية قبل ذلك قبل أكثر من 15 عاما، حاولت أيضا أن يكون لها استهداف في حتى الحدود البحرية السعودية. كان هناك مخططات، لكن أعتقد اليوم الحوثيون هم يشكلون أكبر خطر إرهابي على المستوى البحري، لأن هناك تدريبا من الحرس الثوري الإيراني، وهناك تدريب من المخابرات الإيرانية على هذه التقنيات وعلى هذا التدريب، وبالتالي أنا أعتقد الحوثيين هم أقوى جماعة إرهابية اليوم تهدد الأمن الدولي من خلال المياه البحرية. ما دلالات هذه اليقظة الأمنية التي رأيناها والعسكرية لقوات الملكية السعودية وقوات كذلك حرس الحدود لمواجهة أي اعتداء على أراضيها بحرية أو برية؟ أنا يعني كان لي شرف من ضمن مجموعة من الإعلاميين والمحللين في شهر فبراير الماضي على الحد الجنوبي، وصلنا إلى آخر النقاط الحدودية. حرس الحدود هناك جاهزية كبيرة على المستوى البري، على المستوى البحري هناك يقظة دائمة، هناك دائما ما تأتي الاستهدافات عبر أساليب عدة، حتى من بينها تلغيم حتى الأودية، حتى حينما تأتي الأمطار لتنقل
تنقل يعني الالغام وتنقلها الى مسافات بعيده، وبالتالي يذهب ضحيه المدنيين. هناك استهداف متكرر، هناك يقظه امنيه على قوات حرس الحدود وكذلك الجيش والقطاعات المختلفه. يعني هناك جاهزيه كبيره من المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه السعوديه في حمايه الامن وحمايه الحدود الوطن، واعتقد النجاحات يعني ماثله لها. يعني من الرياض المحلل السياسي حمود الزيادي، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف.